Tonight the music seems so loud. ولدا نادين نسيب النجيم في أحدث ظهور، اقتحما كواليس تصوير صالون زهرة وردة فعلها غير متوقعة. بعد غياب عن مواقع التواصل، نادين النجيم تنشر صورة لولديها، اقتحما موقع التصوير وهكذا تصرف. نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب النجيم على حسابها عبر انستغرام صورة جمعتها بولديها هافن وجيوفاني من كواليس تصوير مسلسل صالون زهرة في جزئه الثاني، وأرفقت نادين الصورة بالتعليق التالي: زهرة وأولادة. ليتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، معبرين عن حبهم الكبير لنادين وأولادها، ومشيدين بالعلاقة المميزة التي تربطها بهما رغم انشغالها بسبب التصوير المستمر، كما أثنوا على جمال كل من هافن وجيوفاني. وفي سياق متصل، يستمر أبطال ونجوم مسلسل صالون زهرة بتشويق الجمهور والمتابعين بنشر عدد من الصور ومقاطع الفيديو من كواليس التصوير، والتي تلقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين يعبرون عن حماسهم الشديد لمعرفة ما يخبئه الجزء الجديد من العمل بعد نجاح الجزء الأول. ومؤخرا نشر الممثل السوري معتصم النهار مجموعة صور عفوية على حسابه عبر انستغرام من كواليس التصوير، أرفقها بالتعليق التالي: كتير اشتقت لكم، لسه عم صور صالون زهرة 2، مضيفا: كتير متحمس لردود أفعالكم. وفي سياق متصل، نشر المخرج جو بعيد عبر خاصية الستوري على حسابه عبر انستغرام فيديو ظهر فيه معتصم وهو يستعد لمغادرة موقع التصوير بعد انتهائه من تصوير مشاهده، إلا أنه كان مترددا من المغادرة خوفا من أن يتم استدعائه مجددا، قائلا بطريقة طريفة: خايف أرجع، بيتي كتير بعيد، لا تظلموني. أستاذ جوان شخصيات أنس، بتحشوني قبل ما أروح؟ سلامة قلبك، روح. أكيد خيبي روح وأنا مطمئن يعني. بيتك بعيد؟ كتير بعيد كتير بعيد، لا تظلموني. خايف نرجع؟ ايه خايف أرجع، الوضع برا يعني. لا الله يورجيكم. الجدير ذكره أن الجزء الثاني من العمل سيشهد مشاركة كل من الممثلتين القديرتين وفاء مصلي وسامية الجزائري، إلى جانب معتصم ونادين نسيب النجيم وعدد من النجوم، حيث رحبت نادين بالممثلتين مؤخرا إذ شاركت تغريدة لإحدى المتابعات عبرت فيها عن سعادتها بانضمامهما للعمل، فكتبت: صار مع انقراص بالفقرات القطنية من كتر ما شنكت لك، وتحقق حلمي بشوفتها حبيبتي أحلى سامية، أحلى وفاء، يلا ناطرينكن، ما تطولوا علينا. بكرة الأيام تبين من قاسم الحين وساعتها تعرف. هذا ونشرت نادين نسيب النجيم فيديو ظريف ظهرت فيه برفقة الممثل اللبناني مجدي مشموشي، أرفقته بجملة من السيناريو قالت فيها: وهش وهش يديك، الفرخة دي مش ليك.